عبر الناخب الوطني الجزائري جمال بالماضي اليوم الجمعة عن قلقه على مستقبل منتخب محاربي الصحراء، وذلك بعد مرور التربص الأخير في ظروف كارثية. هذه الظروف التي قال عنها بالماضي أنها لم تسمح له بممارسة مهامه كناخب وطني على أكمل وجه، كما أنها أثرت كثيرا على اللاعبين، وهذا أمر غير مقبول على مستوى المنتخب. هذا وقد ربط بالماضي هذه الظروف السيئة بانتخابات الفاف، مؤكدا على أنه لا يريد أن يتم إدخاله في أي قضية أو مشكلة خارج مهامه، وأنه في كل الحالات ليس داعما لأي أحد، ولا يريد أن يكون اسمه مقرونا ببرامج أو خلفيات شعبوية، لأنه مرتبط بتدريب المنتخب الوطني الأول وفي إطار رياضي محض. ليعود بالماضي ويؤكد أن الوضعية باتت مقلقة كثيرا، وأن الخضر على موعد مع استحقاقات وجب التحضير لها جيدا وتهيئة كل الظروف المناسبة للاعبين والطاقم الفني.